جماعه الخير حد يقول للسيد فالر ان احنا بنلعب 4 2 4 ما بنبقاش عاملين كثافه هجوميه ولا حاجه، احنا بنبقى عاملين شويه عك وشويه حاجات غريبه قوي بنعملها جوه الملعب. يا جماعه مش احنا الفرقه اللي تنفع تلعب باثنين بس في نص الملعب، والاثنين دول واحد فيهم يكون عامله السوليه ونعتمد ان هو هيكون صانع الالعاب المتاخر. يا جماعه الشغل ده من ساعه ما بدانا نطبقه في الاهلي، والاهلي ما بيلعبش كوره، الاهلي بيعتمد بس على شويه فرديات، الاهلي بيعتمد على حاجات غريبه جدا غير ان انت تعمل فرقه عندها ثبات جوه الملعب. الاهلي خطوط متباعده جدا جوه الملعب، بتلاقي ان في فراغ كبير قوي في نص الملعب، بتلاقي ان عمرو السوليه ما عندوش اساسا السرعات ولا عنده المجهود البدني العالي ان هو يغطي في نص الملعب. اليو ديانج بيعملها بس راجل متهور جدا، وشفنا الطرد اللي حصل النهارده. في حاجات كتير قوي بيحصل جوه الفرقه، الكلام ده مش اول مره يحصل، الكلام ده بيحصل من قبل التوقف، بس قبل التوقف كان الاهلي بيجيب جوان بدري بدري، ما كناش بنأخر لحد الدقيقه 97 زي النهارده. الموضوع اساسا في الاهلي بدا يبقى في طريق، في مشاكل كتيره قوي فايلر ماشي فيه ومحدش بيقول له ارجع منه، وكله مستني ان الراجل يخبط في حياته بعد كده يرجعوا يحاسبوه على حاجات ملوش دعوه بيها، لمجرد بس ان هم خايفين يتكلموا في حاجات تانية ممكن تهزهم وممكن تقلل منهم اعلاميا وتقلل منهم جماهيريا. الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. الاهلي بيكسب الجونه النهارده في مكسب كان مهم جدا بعد اللي حصل في مباراه القمه. اللي حصل في مباراه القمه ممكن يكون هز الفريق، الفريق اللي اساسا كان بيواجه مشاكل كتيره وصعوبات كتيره من ساعه ما رجعنا من التوقف، لان الفريق طبيعي جدا ان هو يفقد الريتم بتاعه، طبيعي جدا ان اللعيبه ما يكونش في الحاله البدنيه العاليه بتاعتهم، طبيعي ان يكون في شويه مشاكل، وكمان في شويه اصابات كتيره جدا موجوده جوه الفرقه. لما تلاقي ان ياسر بيلعب علشان خاطر ايمن اتعور، وياسر كان بيلعب اساسا عشان خاطر متولي اتعور، ففي شويه مشاكل وشويه حاجات كتيره قوي جوه النادي. غير اساسا لما تلاقي ان كابتن الفرقه المفترض ان ده واحد من اولاد النادي وابوه واحد من اولاد النادي طلع يخبط في الفريق قبل ماتش زي النهارده. ماتش زي النهارده معروف ان هو كان جاي بعد زي ما قدام الزمالك، فمفترض ان الناس كلها يا جماعه نقف صف واحد علشان خاطر الفرقه تعادل كاب ولا هي فيها وبعد كده نيجي نتحاسب. لا، انت طالع بقى اضرب الحديد وهو ساخن، يلا الاهلي خسر قدام الزمالك، لا يتعادل كمان قدام الجونه ومفيش مشكله ويخسر، وكمان اعلام يطلع يقول لك الزمالك هيرجع للمنافسه والدوري المصري وتم تسويق الدوري، كل ده على حساب ان يقول لك الاهلي عنده ازمات والاهلي عنده مشاكل والاهلي عنده بلا بلا. طب ما تعظموا المنافس، انما ليه عايزين تلبسونا احنا كل المشاكل وتتكلموا على ان الاهلي مليان مشاكل؟ الاهلي مال الشكل الفنيه جوه الملعب هي لسه خطوط متباعده، لسه محاوله الاعتماد على عمرو السوليه كصانع لعب متاخر، لسه لما بنوصل للشوط الثاني فايلر بيلم الامور وبنرجع نلعب 4 3 4 2 3 1 زي البني ادمين علشان خاطر نلاقي ملذاتنا ان احنا الفرقه وقفت على رجليها لما رجعنا لعبنا 4 2 3 1. لما قفشه بقى يسقط وسط اليو ديانج وعمرو السوليه بنلاقي ان نص الملعب مليان، عكس ما بنلاقي ان قفشه قدام برده هي نفس الحاجات. فايلر وما عندوش اي مانع ان هو الشوط الاول يبقى خاربها خالص والفرقه ضايعه، والشوط الثاني يا جماعه نرجع زي ما بنلعب وهنعمل كل اللي احنا متعودين عليه. طيب ما نلعب بال 4 2 3 1 من البدايه، احنا ليه لازم نعك 45 دقيقه وبعد كده نرجع ال 45 دقيقه الثانيه نبقى بنجري على المكسب؟ ما من الاول هو احنا بنلعب ماتشات كبيره قدام الفرق الكبيره بلعيبه زياده جوه نص الملعب، يا الماتشات العاديه بنلعب اثنين لعيبه بس في نص الملعب، مش كده، مش ابيض اسود بس عادي. مشاكل فايلر الفنيه موجوده من زمان قوي، بس الفرقه كانت بتكسب، ولما الفرقه كانت بتكسب كانوا بيقول لك ان فايلر هو خليفه الشرعي مانو جوزيه، لما فايلر بقى بيخسر لا الراجل عنيد والراجل بيكره صالح جمعه والراجل بلا بلا بلا، ويطلعوا يتكلموا على ان مروان محتاج ياخد اجازه ومحتاج ياخد بريك. مروان بقى النهارده بعد ما جاب الهدف اعتقد ان الناس كانت بتتكلم عن ان هو محتاج اجازه ومحتاج بريك، هيطلعوه سقف سابع سما علشان خاطر الراجل جاب هدف المكسب في الدقيقه 95. وهنرجع بقى نتكلم عن الاهلي بلس 90 والاهلي ملك ال 90، وهننسى كل العك الممنهج اللي حصل جوه الملعب ده. يا جماعه الاهلي فيه ناقوس خطر، لما تلاقي ان صانع الالعاب اللي صانع الهجمه اللي تم احراز منها الهدف ومحمد الشناوي، وبرده الهدف الكره اللي بتاعت مجدي في الشوط الاول اللي جت في العارضه صانع محمد الشناوي، ده معناه ان فيه مشاكل. لما كنا بنقول الكلام ده في برشلونه كنا بنقول يا جماعه نص الملعب مش عارف يوصل الفرقه لقدام، تنفع بقى تقول الكلام ده في الاهلي؟ يقول لك لا عمرو السوليه احسن لاعب في مصر. طب يا ابني بالنسبه لاليو ديانج مش راجل برضه مندفع؟ وكنا بنقول ان راجل اندفاعاته ممكن تخليه يطرد، ده اتفقنا يعني ان عمرو السوليه ممكن يكون واحد من احسن لعيبه في مصر، اللي هو عمرو السوليه بتحتاجه بجد يدو يقوم بدور صانع العاب متاخر، الراجل بيعمله اللي هو شوكه وسكينه، ممكن يديك باصه حلوه في اخر الماتش بس طول الماتش تلاقيه بياخد الكوره من هنا ويوصلها هنا. نسبه التمرير ناجحه بقى 95% 94%، الراجل بنسبات التمرير الناجحه بالنسبه له زي الفل، اللي هو محمد النني لما كان نسبه التمرير بتاعته تبقى 97% كان بيقول لك النني ما بيلعبش كوره قدام. مشكله الاهلي النهارده ان الاهلي كان بيلعب بالعرض وكان بيلعب لورا، فدي كانت عامله مصيبه الفرقه بتدافع ب 10، الجونه بتلعب ب 10، مش عارف بيدرو اللي جايبينه من البرتغال ده جاي يدافع ب 10 ازاي، اللي هو انت مدرب اجنبي جاي تدافع ب 10؟
طب ما كابتن رضا عبد كابتن علاء عبد العال ربنا يديله الصحه بيعملها مع الداخليه وهو راجل مصري وايجيبشن زينا، وكابتن طارق العاشر برضه بيعملها معايا فرقه بيمسكها، ايه الفرق ما بينك وبين المدربين المصريين؟ انت اول ما قعدت عندنا في مصر شويه خدت طبعهم، بس عادي مش دي المشكله، المشكله بقى لو الفرقه كانت وقعت والفرقه كانت اتعصرت، كنت هتلاقي حاجات كتير قوي وفكات كتير قوي بتتضرب، زي ما قلت لك هو عايز يتكلم على المشاكل اللي عندي، طب ما تتكلم يا عم على المنافس راجع من بعيد، لا اصل المنافس مش مضمون ممكن يقعد قدام اي في سي مصر او اي حاجه. طيب الاهلي النهارده ما عملش صناعه فرص زي ما انا قلت لك، في مشكله في نص الملعب، في مشكله ان الراجل بيعوق الشوط الاول بيحاول الشوط الثاني يلم على قد ما بيقدر، في مشكله ان البدلاء اللي موجودين مش قد اللعيبه اللي كانوا بيلعبوا اساسيين، لان احنا متفقين ان حسين الشحات ورمضان صبحي ما لهمش بدلاء في الاهلي، مهما كان في اثنين افارقه مفترض انهم بيتعاملوا معاهم العمله الصعبه زي اجايي وزي جيرالدو، الاثنين اللي ما تعرفش قاعدين في الاهلي ليه، بس اجايي معروف وقعد في الاهلي ليه، الراجل جاب جونين في ماتش الزمالك في السوبر بتاع السنه فاتت عشان كده هيفضل قاعد معانا بيهم السنه الجايه. اما جيرالدو فانا بصراحه واحد ما يعرفش اي حاجه غير ان الراجل عنده اقدام سريعه والراجل سريع، انما غير كده ما بيستفادش اي حاجه بالسرعه. طب هتعدي يا ابني واحد على واحد؟ لا. طب هتلعب كروسات؟ العب كروسات في الماتشات اللي هي ما فيش فيرود فيها في ال 18، اللي هو لما جبنا علي وبادجي والراجل بدا يتظبط معاه في الكره عليه مش هنلعب كوره عليه. يا جماعه في مش كده والله، ده احنا كنا مستنيين ماتش الجون نكسب الكوره علشان خاطر تصالحونا بعد اللي حصل قدام قدام الزمالك يعني، انما لا بتصالحونا ولا بتلعبوا اداء كويس وفي الاخر هنطلع نقول لكم احنا واقفين وراكم علشان خاطر تروحوا تكسبوا في المغرب، اللي هو احنا بنشتغل نفسنا قبل ما نشتغلكم. الفرقه فيها عك، بره الملعب فيها عك، مدير كوره مش فاضي ان هو يلم الفرقه، هو فاضي بس ان هو يطلع يقول اللي يمشي يمشي. كابتن فرقه بيطلع يضرب مهاميز ويطلع يعمل مشاكل كتير قوي علشان خاطر الفرقه دي، حاجات كتير قوي جوه الفرقه صعبه، فطبيعي انك ما تنتظرش منهم اداء غير ان هم اساسا ما كانوش بيقدموا اداء. المشكله بالنسبه لنا لو الفوز راح، لو الفوز راح هنبدا نقع شويه، واحنا مش عايزين نوصل للمرحله دي، احنا عايزين نفضل مع زي ما احنا في السيف زون، نفضل نكسب وخلاص، اداء حلو اداء سيء هنبلع، بس ما تقوليش ان احنا في افريقيا ممكن ننافس، الموضوع صعب جدا. نتمنى من ربنا ان الفرقه تتحسن، ونتمنى من ربنا ان نشوف حسين الشحات قريب في الملعب، يعني كنا بنشتكي ان حسين مش يستحق المبلغ اللي جيبي، دلوقتي بنقول حسين يلعب برجل واحده احسن من الموجودين. بص انا عارف ان بعد الكلام الكتير اللي انا قلته لك ده مش تعمل لايك، بس انا هعمل لك ايه، والله هي دي الحقيقه وهي ده اللي حصل جوه الملعب، انا هجيب لك كلام من بره يعني.